اهلا بيكم من جديد. خلينا نتعرف دلوقتي على احوال الطقس ونشوف هيئه الارصاد الجويه بتقول ايه. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس يكون شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون حار ورطب على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون معتدل الحراره ورطب على السواحل الشماليه، وكمان مائل الحراره رطب على باقي الانحاء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس النهارده هنتعرف عليها من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. يا دكتورة منار الجو حر يا دكتورة منار، وإحنا حاسين بالحر جدا برغم أن درجات الحرارة 34 بس في القاهرة. بالفعل بالفعل، عشان ارتفاع نسب الرطوبة الكبير اللي بنشهده على مدار اليوم خلال فترات النهار وفترات الليل بسبب تأثرنا بالامتداد منخفض الهند الموسمي أو الكتل القادمة من على البحر المتوسط، فارتفاع كبير في نسب الرطوبة. نسب الرطوبة دي بتتجاوز 90 و95% على السواحل الشمالية والمناطق المطلة على البحر المتوسط، بتتجاوز 85 و90% على القاهرة الكبرى، فهي دي اللي مزودة احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، رغم ان درجات الحرارة حول المعدلات يعني بتتراوح ما بين 34 واحيانا مع يعني غدا وبعد غدا ممكن توصل ل 33 درجة مئوية، الا ان نسب الرطوبة هيزود درجة الحرارة المحسوسة بتوصل ل 38 واحيانا 39 درجة مئوية، يعني بتزود درجات الحرارة بقيمة تتراوح من درجتين لاربع درجات، بتختلف طبعا من منطقة لمنطقة على حسب نسبة الرطوبة. يمكن الأجواء خلال فترات النهار مع ارتفاع نسب الرطوبة مع كمان التعرض المباشر لأشعة الشمس أو زيادة فترات سطوع أشعة الشمس هنحس بيها أجواء شديدة الحرارة رطبة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. الأجواء أيضا حارة رطبة على سواحلنا الشمالية، أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط فترات النهار. ايضا فترات الليل هنحس بالارتفاع الكبير في نسب الرطوبه والاجواء الحاره الرطبه على اغلب المناطق الداخليه زي القاهره الكبرى والمناطق الموجوده في جنوب البلاد، اما السواحل الشماليه الاجواء بتكون عليها اجواء مائله للحراره الرطبه خلال فترات الليل. بالاضافه كمان ان احنا مع فترات المساء فقط، هي الساعات بتبقى بعد فتره الظهيره مع دخول الكتل الهوائيه منخفضه في درجات حرارتها بيبقى في نشاط رياح بنحس بيه، نشاط ده رياح نسبي سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر في الساعه او على الساعه، فده بيزود احساسنا اكثر ب يعني انخفاض درجات الحراره بسبب انخفاض احساسنا بنسب الرطوبه. مع طبعا كمان استمرار تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية، مدن القناة، وزي ما قلنا بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق دي، لكن هي بتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 6 صباحا بتبدأ الشبورة المائية في التلاشي. الأجواء دي تستمر معانا يعني غدا ويمكن كمان لمطلع الأسبوع القادم إن شاء الله. متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 34 و33 درجة مئوية، يعني هنشوف انخفاض في درجات الحرارة لكن في ارتفاع كبير في نسب الرطوبة. كل الشكر ليكي الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي خلينا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة بالتفصيل. القاهرة بتسجل العظمى فيها 34 والصغرى 25، الإسكندرية 31-23، مطروح 30-24، سيوة 36-24، بورسعيد 32-25، دمياط 31-25، الإسماعيلية 35-24، والسويس بتسجل 35 والصغرى 24، العريش العظمى 33 والصغرى 24، طابة 37-26، كاترين 35-19، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 38-30، الفيوم 35-24، بني سويف 36-25، والمنيا 38-25، أسيوط العظمى 39 والصغرى 25، سوهاج 39-26، قنا 42 درجة والصغرى 27، الأقصر العظمى 42 والصغرى 28، أسوان بتسجل النهاردة 43 درجة والصغرى 31، الوادي الجديد 42-25، شلاتين 39-31، أما حلايب العظمى فيها 35 والصغرى 28، درجات الحرارة بتكون موجودة النهاردة
النهارده في جنوب مصر بدرجات مرتفعه، ولكن لان نسبه الرطوبه بتكون اقل فعلشان كده بيبقى في تعادل في درجات الحراره ما بين العواصم او المحافظات القريبه من السواحل وما بين المحافظات الجنوبيه. خلينا دلوقتي نرجع لشاذلي وجوانا نكمل معاهم باقي فقراتنا. اتفضلي شاذلي. اتفضلي جوانا. شكرا لك كمان.